نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفل تخريج دورة مرشحي الضباط الدفعة 11 سرية القادسية ودورة مرشحي الضباط الجامعيين 21 بكلية عيسى العسكرية الملكية. وأكد سموه حفظه الله بأن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى قادرة بسواعد أبنائها وولائهم ووطنيتهم على حفظ سيادتها وأمنها الوطني والإيفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات أمن واستقرار المنطقة، إيمانا بالمسؤولية المشتركة لصون الوحدة والتكامل الخليجي وبعدها العربي والإسلامي، مشيدا بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستوى متميز في الأداء المتطور والجاهزية المشهود لها من الجميع، وما أسهمت به كلية عيسى العسكرية الملكية كصرح مهم للعلوم العسكرية من تطور انعكس على منتسبي قوة دفاع البحرين، مما أتى بدعم ومتابعة حثيثة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله، ومواصلة للتحديث والتطوير المنشود بالسير نحو مدارج الرقي العسكري والتطور العلمي بخطى ثابتة ومدروسة. ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى ميدان التخرج، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة نجلاء سموه، كان في الاستقبال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وآمر كلية عيسى العسكرية الملكية، وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع. وقد هنأ سموه كلية عيسى العسكرية الملكية على مواصلة عطائها المتميز بدرجة عالية من البرامج الأكاديمية والتدريبية وتخريجها فوجين من ضباط الدفعة 11 سرية القادسية ودورة مرشحي الضباط الجامعيين 21، معربا عن تطلعه إلى مستقبل بكل تفاؤل لكافة الصروح التعليمية للمملكة ومخرجاتها. كما توجه سموه بالتهاني والتبريكات للخريجين متمنيا لهم النجاح في عملهم المستقبلي وخدمة لأوطانهم، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهد الجاد في تحمل المسؤولية مع أخوانهم في السلاح من أجل الدفاع عن الوطن ومنجزاته وتوظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطويع كافة الظروف التي قد تواجههم خلال مسيرتهم العملية، مشيدا بجهود خريجي الكلية من الدول الشقيقة المشاركين في الدورة شاكرا لهم جهودهم التي بذلوها. كما أعرب سموه عن الشكر والتقدير لآمر كلية عيسى العسكرية الملكية وللأساتذة والمدربين بالكلية وجميع منتسبي الكلية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتطوير، كل في موقعه لما فيه خير وصالح مملكتنا العزيزة.
وبعد انتهاء الاستعراض العسكري، ألقى العميد ركن عيسى جاسم العليوي آمر كلية عيسى العسكرية الملكية كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والحضور، معربا عن فخره واعتزازه وكافة منتسبي كلية عيسى العسكرية الملكية بتخريج ضباط يتحولون بالكفاءة والفعالية والثقة بالنفس، متسلحين بالإيمان والعلم والولاء والأخلاص لقيادتهم، قادرين على حمل أمانة الدفاع عن مملكة البحرين الغالية. قال الذي يبدأ جزيلة الأمثال متعود النظم البيوت الجزيلة شاعر ولي بصمه وقفه مدخال أتعب على الجزلة وكب الهزيلة باسمي وباسم القادة وباسم الأشبال أقولها والكيف زيد وبهيلة للي لهم بالقلب قدر ومنزال وضيوفنا واليوم ما به مثيلة. بالمملكة اللي لنا في وظلال ديرة حمد رع اليمين الطويلة بالمملكة اللي لنا في وظلال ديرة حمد رع اليمين الطويلة هو الملك اللي ليا وقف وقال أصعب صعيبات الزمن تنحنيلة دون الوطن والشعب ما يظهر المال دون الوطن والشعب ما يظهر المال هم أكبر همومهم صبحه ليلة دار حباها الله بالشيوخ وابطال أخوان نجلة متعبين الأصيلة من شور أبو سلمان في روس الأقدال من شور أبو سلمان في روس الأقدال المملكة في حماه والله وكيلة فتان نقاض للأشكال حلال أصوت ومن عاداه يا عزتي له مع ولي العهد سلمان الامان مع ولي العهد سلمان الامان محنك مفارق على كل جيله اصبوا قايدنا من البن فنجال يشوف جيش ما يدور بديله عامين تدريبات يا طيب الفال مع الرجال اللي تحوش الفضيله نجحت تعبنا بالنوايب والامال كتفن يشيل من الحمول الثقيله نجحت تعبنا بالنوايب والامال كتفن يشيل من الحمول الثقيله لا جاء نهار فيه للموت موال والباغي الطاغي يشب الفتيله ناتيك مثل السيل لا حد روسال واللي يوقف في طريقه يشيله ناتيك مثل السيل لا حد روسال واللي يوقف في طريقه يشيله يا سيدي نرهن لك المال والحال والنجمة اللي ما تسرك في شيله قبل ختم مني تحيات وجلال شاعر كويتي والخليج انتميله انصاح صياح الضحى والخطر جا روحي فدا البحرين وانا احتميله ثم قدم المقدم ركن عارف عبد الرحمن البعينين القائم بأعمال رئيس شعبة التعليم إيجازا عن الدورتين. عقب ذلك تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع الجوائز على المتفوقين من خريجي دورة مرشحي الضباط الدفعة 11 سرية القادسية
ودورة مرشحي الضباط الجامعيين الحادية والعشرين، وقدم آمر الكلية هدية تذكارية لسمو ولي العهد حفظه الله. ثم جرت مراسم تسليم واستلام راية كلية عيسى العسكرية الملكية من الدورة المتخرجة سرية القادسية للدورة المستجدة سرية أحمد الفاتح، ثم تلي الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بتعيين خريجي الدفعة 11 سرية القادسية ودورة مرشحي الضباط الجامعيين 21 ضباطا بقوة دفاع البحرين، ثم أدى الخريجون القسمة ثم بدأ انصراف الخريجين من الميدان. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع، باعتباري عسكريا في قوة الدفاع، أن أكون وفيا لمملكة البحرين، أن أكون وفيا لمملكة البحرين، أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها القائد الأعلى، مخلصا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي